فلاش الكان على انفا سبيس، اهلا بكم. توصل مسلسل اخفاق المنتخبات العربيه في كان الكوت ديفوار، فبعد اقصاء الجزائر وتونس جاء الدور على منتخب مصر الذي اقصي امس الاحد على يد منتخب الكونغو الديمقراطيه في مباراه ماراثونيه امتدت لركلات الترجيح التي ابتسم فيها الحظ لرفقاء بيمبا. رسميا تأكد غياب الدولي المغربي سفيان بوفال عن مباراة غد الثلاثاء التي تجمع أسود الأطلس بمنتخب جنوب إفريقيا في مباراة الثمن النهائي الكان على أرضية ملعب لوغون بوكو، بعد تأكد إصابته في عضلة الساق في آخر حصة تدريبية للأسود. أكد الناخب الوطني وليد الرياجي عزم الأسود المضي إلى أبعد مدى في النسخة الحالية من الكان على أمل الظفر بثاني لقب قاري للمغاربة. كانت هذه آخر أخبار الكان، شكرا على حسن المتابعة.